يعني ربما لو انا ما لم اوفق في حصول على الدوري هقول نفس الكلام دوت. هو في الاخر هو طرف او سوري جيم من اطراف متعدده. فكره ان انا احافظ على ثبات الانفعالي واحافظ على مستوايا واحافظ على روح حرك يعني من كبار نجوم مصر العربي في كره القدم عارف الكلام ده ازاي احافظ على روح المكسب لغايه اخر ثانيه ومع كل ماتش لغايه اخر لحظه في الدوري. هو دوت اللي يعرف يحافظ على نفسه في الحته دي هيكسب الدوري. لما نقول الزمالك كسب ليه؟ لانه جاء اجاد جدا في الملعب لانه حافظ على الروح دي لكن عنده روح التحدي. الاهلي لم يوفق ليه؟ لانه اكيد برضه حصل عنده الاخطاء ديت. فانا عايز اقول ان ربما ده يكون عنصر من المعادله المهمه جدا في مكسب الزمالك في الدوري. لكن مش معنى الكلام ده ان الزمالك كسب بس عشان الاهلي ضيع. لا. الزمالك كسب لانه اجاد في المقام الاول. الزمالك كسب لانه صمم انه ياخد البطوله دي. الزمالك كسب لان ربما يكون وضع الاهلي تحت ضغوط معينه بالمكسب بتاعه في الاول خالص وده اللي شفناه بعد كده من بعد ماتش الاسماعيلي الدنيا بدات ايه تفك مع الاهلي شويه والزمالك برده ما بيفكش ممكن ده يفك وده يفك. لا الزمالك وده حصل في وقت مرات في ماتشات في نص الموسم تتذكر الزمالك وقع الاهلي وقع يعني كان حصل ممكن طبعا ممكن شوف حضرتك اللي هيفنش صح ازاي ده مهم جدا. فاي حاجه تعملها هتفنش النفس الاخير عند مين البطل كده بقى ان السكه بتاعته هيعدي دي ودي ودي ويحافظ على رتم نفسه لغايه اخر نقطه ويفنش صح. انا هرجع برضو لدور المجلس ودور اللاعبين لكن موقف او الشكل العام بالنسبه للمباراه الاخيره وتسليم درع الدوري هل عجب دكتور حسام المندوب في لا. فكره التسليم لا لا خالص. تعليقي بس انا حقيقي مش عايز النهارده ناس بتكلمني في الحكايه دي بقول لهم يا جماعه احنا لازم نفرح نتكلم في الفرحه طبعا فرحه مهمه ايا كان يعني. نتكلم في فرحتنا موجود. احنا نادي الابطال السنه دي خلاص دكتور حسام كان يتخيل الوضع لا انا اقول لحضرتك وبصراحه يعني انا مش عاجبني على الاطلاق شفته امبارح لا يليق باتحاد الكره المصري لا يليق باتحاد الكرة المصري ان يخرج هذا المشهد بالشكل دوت لا يليق بنادي الزمالك ان يخرج هذا المشهد بالشكل ده ولكن ده احنا طبعا في حوار من الصبح او يمكن من امبارح لغايه قبل ما اجي على طول انا وزملائي يعني في اللجنه عشان نشوف الخطوات اللي هنتخذها عشان برضو ايه الزمالك لازم يفرح فرح زي ما شفنا كده جماهير في الشارع لا لازم الزمالك هيعمل حاجة تعادل قيمته وتاريخه خطوات زي هل ممكن يبقى في احتفالية تانية طبعا فيها اتحاد الكورة طبعا 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 في ملعب ولا هيكون برا ما انا مش عايز اقول حاجة دلوقتي لان احنا بنتكلم على المبدأ العام لازم يكون في احتفالية في الملعب او برا والامن هيوافق ازاي يعني برضه عارف المواضيع بتاعت الملعب والجماهير ممكن يبقى في جماهير كمان وكده بس لازم موافقات امنية يعني احنا لسه بندرس الموضوع ده على اساس برضه نشارك الناس فرحتها ونعمل الحاجه اللي كان المفروض المجلس يعملها. على فكره احنا يمكن احتفلنا بلاعبي السله احتفال رقيق جدا ومحترم جدا بعد مكسبهم. دلوقتي احنا عايزين احتفاليه بقى نجمع فيها كل بطولاتنا اللي اخذناها الموسم ده